كم ثامن. اليوم حنبدأ في درس جديد بعنوان استقرار الذرة. إيش يعني استقرار الذرة؟ الذرة تكون مستقرة يا ثامن عندما تكون عدد إلكتروناتها في الغلاف الأخير تساوي 8، أو بتكون الغلاف ممتلئ، يكون الغلاف ممتلئ. إذن تكون الذرة مستقرة عندما يكون عدد إلكتروناتها في الغلاف الأخير يساوي 8، أو بيكون الغلاف ممتلئ، بسمي هذه الذرة بأنها مستقرة. طيب، لما يكون عدد إلكتروناتها في الغلاف الأخير يساوي 8، معناته أي مجموعة تنتمي إلى عناصر المجموعة الثامنة. فعناصر المجموعة الثامنة في الجدول الدوري أو العمود الثامن في الجدول الدوري يسمى غازات نبيلة أو خاملة. طبعا ليش سموها غازات نبيلة أو خاملة؟ لأنها لا تتفاعل مع غيرها من العناصر الأخرى، خلص ما هي تعتبر غازات خاملة. يعني خلص عدد إلكتروناتها في الغلاف الأخير 8، أو بيكون عدد إلكترونات الغلاف ممتلئ، فما في داعي تتفاعل مع غيرها من العناصر وتكون مركبات. إذن الغازات النبيلة أو الغازات الخاملة هي عبارة عن عناصر مستقرة، عدد إلكتروناتها الغلاف الأخير 8 أو بكون غلافها ممتلئ، وتقع في العمود الثامن، يعني بالمجموعة الثامنة في الجدول الدوري، في الجدول الدوري عفوا. خلينا ناخذ مثلا مثال. عندي هون الـ Ni 10، كم عدد الذري؟ 10. لما بدي اجي اعمل له توزيع الكتروني يا ثامن، حيكون عندي الغلاف الاول بياخذ 2، بضل عندي الغلاف الثاني كم بياخذ؟ 8، فمجموعته تساوي 8. اذا Ni، الـ Ni يعتبر ايش؟ من عناصر المجموعه الثامنه، اذا هو من الغازات النبيله المستقره، من الغازات النبيله المستقره. يعني ايش؟ يعني ما بتفاعل مع غيره من العناصر الاخرى وما بيكون مركبات. نيجي على Ar، الارجون 18، خلينا نعمل توزيع الكتروني لل 18، الغلاف الاول 2، 8 2، هي اجمعوهم كلهم بيطلعوا 18، فمجموعته 8، هي الغلاف الأخير كم؟ 8، إذن هو يعتبر من الغازات النبيلة. فبالتالي بحكي عن ذرة الـ Ni مستقرة، ذرة الـ Ni مستقرة. الـ Ar 18، عدد الذرة 18 أيضا حتكون مستقرة. إذن يعني إيش يعني الذرة مستقرة؟ تكون الذرة مستقرة عندما يكون عدد إلكتروناتها في الغلاف الأخير 8، أو بكون غلافها ممتلئ، أو بيكون غلافها ممتلئ. زي عندك عنصر الـ He 2، لما بدي أجي أعمله توزيع إلكتروني حيأخذ بس الغلاف الأول 2، والغلاف الأول شو سعته القصوى؟ 2. إذن الـ He خلص أخذ غلاف واحد وهو ممتلئ، فعشان هيك بصفه من مين؟ من عناصر المجموعة الثامنة من الغازات النبيلة، على الرغم من إنه إيش؟ من إنه عدد إلكترونات غلافه الأخير 2، بس خلص تعتبر ممتلئ، وبالتالي ذرة الـ He تعتبر ذرة مستقرة. طيب خلينا نأخذ عندي هذا السؤال، وضح بالرسم كيف يصل الكون من الـCl 17 الكلور والـ Na 11 إلى وضع الاستقرار. هلا احنا حكينا كل العناصر بتغار من مين؟ بتغار من عناصر المجموعة الثامنة، يعني بتحاول انها تقلدها وتصير زي عناصر المجموعة الثامنة. كيف بدها تقلدها؟ انه يصير عدد الكتروناتها في الغلاف الاخير 8. خلينا نشوف، نيجي نعمل توزيع الكتروني لمين؟ للسي ال. هلا السي ال يا ثامن، هي السي ال 17، شو توزيع الالكتروني؟ 2 8 7، صح؟ والان ايه 11، صح؟ شو توزيع الالكتروني؟ 2 8 1. هلا كم عدد الكترونات الغلاف الاخير عندي؟ 7 مش 8. وكم عدد الكترونات الغلاف الاخير عندي هون؟ 1. هلا حكينا كل العناصر هون، طلع على هاي الملاحظه يا ثامن، جميع العناصر بتحاول انها توصل الى وضع الاستقرار، يعني بتغار من مين؟ بتغار من عناصر المجموعه الثامنه من الغازات النبيله. فبدي اجي اطلع عدد الكترونات الغلاف الاخير. اذا عدد الكترونات الغلاف الاخير للعناصر اللي مش نبيله، اذا كان عدد الكترونات الغلاف الأخير 1 أو 2 أو 3، فإنه الذرة إيش؟ رح تخسر الإلكترونات، رح تخسر وتكون أيون موجب. أما إذا كانت الذرة عدد إلكترونات غلاف الأخير 6 7، فإنها إيش؟ رح تكسب، فإن الذرة سوف تكسب إلكترونات وتكون أيونا سالبا. إذا حكينا جميع العناصر رح تغار من مين؟ رح تغار من عناصر الغازات النبيلة، وبتحاول إنها توصل لوضع الاستقرار. طب كيف بدها توصل لوضع الاستقرار؟ إنه لازم يكون عندها في غلاف الأخير 8 إلكترونات، تمام؟ فبالتالي الذرات اللي مش نبيلة بروح بطلع، بعمل توزيع إلكتروني، بطلع على عدد إلكترونات غلاف الأخير. إذا كان عدد إلكتروناتها في الغلاف الأخير 1 2 3، فإنها إيش؟ الذرة سوف تخسر أو بتفقد هاي الإلكترونات وبتكون أيون موجب. أما إذا كان عدد إلكترونات الغلاف الأخير 5 6 7، هذول نحفظهم يا ثامن. إذا كان عدد إلكترونات 5 أو 6 أو 7، فإن الذرة رح تكسب إلكترونات وتكون أيونا سالب وتكون أيون سالب. طيب يا ثامن، خلينا نشوف هسا ايش رح يصير عندي لـ Cl و Na، كيف حيوصل لوضع الاستقرار؟ كيف رح يوصل لوضع الاستقرار؟ في البداية بنعمل توزيع الكتروني للـ Cl 17 اللي هي 2 8 7، والـ Na 11 2 8 1. هلا بتطلع كم عدد الكترونات الـ Cl؟ 7. إذا عندي ايش؟ لما يكون عندي عدد الكترونات 7، فالذرة ايش؟ رح تكسب، يعني بدها تكسب إلكترون، بدها تكسب
إلكترون عشان يصير 7+1=8. طب والان كم عدد الكترونات غلافها الأخير؟ 1 1، فبالتالي إيش الذرة سوف تخسر هون؟ تخسر إلكترون، تخسر إلكترون وتكون أيون الموجب. خلينا نبينها بالرسم أكثر. برسم عندي هون Cl، Cl هاي نواة Cl صح؟ هاي الأغلفة، كم غلاف رح تأخذ Cl؟ رح تأخذ 3 أغلفة، هاي الغلاف الأول، هاي الثاني، هاي الثالث صح؟ هلا الغلاف الأول كم إلكترون فيه؟ فيه 2. الغلاف الثاني حيكون فيه 8، هاي 2 4، هاي 6، هاي 8، كل 2 مع بعض. والغلاف الأخير رح يأخذ 7. هون عندي 2، هاي 4، هاي 6، هاي 7. واتفقنا أن Cl رح تأخذ إلكترون، بدها تكسب إلكترون، سوف تكسب إلكترون. طب خليني أرسم لمين؟ للNA. هاي عندي نواة الNA، هاي الغلاف الأول، هاي الغلاف الثاني، هاي الغلاف الثالث. طب شو رح يكون عندي؟ الغلاف الأول فيه فقط إلكترونين، والغلاف الثاني فيه 8، هاي 8 رسمتهم، والغلاف الأخير كم فيه؟ 1. واتفقنا إنه الان ايه لأنه عدد إلكتروناتها في الغلاف الأخير 1 فسوف تخسر. شو بتحكي الان ايه؟ الان ايه بتحكي أنا هذا الواحد اللي هون، هذا الواحد يا ثامر أنا ما بدي إياه. عشان توصل لوضع الاستقرار بتحكي هذا الواحد ما بدها إياه، شطبت عليه. ولمين بدها تعطيه؟ رح تعطيه لمين؟ للسي ال. فالواحد اللي بيكون موجود في الغلاف الأخير عند الان ايه رح مين تأخذه؟ رح تأخذه السي ال. فبالتالي السي ال إيش رح تكون؟ رح تكون سي ال أيون سالب، سالب 1. الان ايه رح تكون ايش؟ ان ايه موجب 1. الان ايه خسرت، حكينا الموجب لما يكون عندي ايون موجب يعني خسرت. الان ايه موجب 1، فكم رح يصير عدد هالذري الجديده؟ الان ايه رح يصير عندها رح يصير عددها 10، والسي ال كم رح يصير عدد هالذري؟ 18. وبالتالي بتكون الان ايه وصلت لوضع الاستقرار والسي ال وصلت لوضع الاستقرار. بس متى وصلت؟ لما الان ايه الالكترون الاخير اللي عندها خسرته، ودته لمين؟ ودته لمين؟ للسي ال، ودته للسي ال. طب مع بعض يا ثامن نفتح الكتاب، نفتح على الكتاب، نحل تطوير المعرفة. تطوير المعرفة صفحة 105. لماذا يوضع عنصر الهيليوم الـ HE في المجموعة الثامنة؟ حكينا عنه في بداية الفيديو. على الرغم من أن عدد إلكترونات الغلاف الأخير 2 وليس 8، إحنا اتفقنا أن عناصر المجموعة الثامنة يجب أن يكون عدد إلكتروناتها في الغلاف الأخير 8. طب الـ HE مش 8، 2. ليش؟ لأن عدد إلكترونات العنصر الـ HE كلها 2، كله العدد الذري للـ HE 2، يعني عدد إلكتروناته 2. ولما بدي أجي أعمل له توزيع إلكتروني يا ثامن، هيو أعمل له توزيع إلكتروني، أخذ بس 2، يعني أخذ بس غلاف الأول، وغلاف الأول شو ماله؟ ممتلئ. إذا غلاف الأول ممتلئ، فبالتالي الـ HE ما بتفاعل مع غيره من العناصر عشان يوصل لوضع الاستقرار. فعشان هيك العلماء اتفقوا أنهم يضعوا عنصر الـ HE في مجموعة العناصر الخاملة، يعني حطوه في وين؟ في المجموعة رقم 8. تمام. طيب ننتقل إلى تطوير التقويم والتأمل. عندي هون رمز الأقل، عدده ذري 13، بدي أعمل له توزيع إلكتروني، بدأ من اليسار، الغلاف الأول 2، 8، 3، يجمعهم 13. طيب إحنا شو اتفقنا؟ شو رمز الأيون؟ هلأ بتطلع عدد إلكترونات الغلاف الأخير 3. لما يكون عندي عدد إلكترونات 1 2 3، أنا إيش؟ سوف تخسر وتكون أيون موجب، هيها أقل موجب 3. تمام. طبعا ايش ليش حطيت 3؟ لانه خسر 3 الكترونات لحتى يوصل لمين؟ لوضع الغاز النبيل. لما بده يخسر الثلاث شو توزيع الجديد له؟ 2 8، لانه الثلاث خلص راحت. شو رمز اقرب عنصر نبيل له؟ اللي هو الان اي، عدده الذري 10. شو توزيع الالكتروني لل10؟ 2 8. ننتقل لمين؟ للان. كم عدده الذري؟ معطيني توزيع الالكتروني 2 5، فبجمعهم مع بعض عشان اقدر اعرف كم عدده الذري. بحكي 2+5=7. طب شو رمز الايون؟ بتطلع شو عدد الكترونات الغلاف الاخير؟ 5. لما يكون عندي عدد الكترونات الغلاف الاخير 5 6 7، فسوف تكسب، رح تكسب عشان تصير 8. طب الخمسة كم بدها عشان تصير 8؟ بدها 3. فبالتالي يكون ايون سالب اللي هو ان سالب 3. ليش سالب 3؟ عشان الخمسة تاخذ 3 الكترونات جديده. تمام. شو التوزيع الالكتروني الجديد؟ رح يكون 2 و8، زدت على 5 3 فصارت 8. شو رمز اقرب عنصر نبيل؟ ان اي، طبعا عدده الذري 10، اجمع 2 8 هي 10. نيجي على الاي، الاي عدده الذري 3، هي اجمع 2+1=3. طب شو رمز الايون؟ عندها عدد الكتروناتها في الغلاف الاخير 1، فيجب انها تخسره. لما تخسره شو بتتكون؟ ايون موجب. الخساره تكون ايون موجب، والكسب يكون ايون سالب. فشو رح يصير توزيع الإلكتروني للأيون بعد ما يخسر 1 2؟ شو رقم شو رمز أقرب عنصر نبيل له؟ HE، عدده الذري 2، وتوزيعه رح يكون برضه 2. نيجي على الأف، عدد هالذري كم؟ 9. تعال نوزعها 2 7، بطلع كم عدد الإلكترونات الغلاف الأخير؟ 7. لما يكون عندي 7 معناته إيش؟ بدها تكسب إلكترون 1 عشان تصير 8. 7+1=8 وتكون أيون سالب، هي F-1. ليش الواحد هاي هون؟ لأنه بس 7 بدها 1 عشان تصير 8. شو التوزيع الإلكتروني؟ 2 8،
رمز أقرب عنصر نبيل Na والعدد الذري 10. طب إيش التوزيع الإلكتروني للعنصر النبيل 10 2 8؟ طيب نيجي على السؤال الثاني، إيش بيحكي لي؟ أكتب التوزيع الإلكتروني لكل من الأيونات الآتية. عندي Mg 12، عندي موجب 12. إيش يعني موجب 12؟ يعني خسرت، يعني خسرت كم إلكترون؟ إلكترونين، خسرت إلكترونين. طب كم عدد الذري أو كم عدد الإلكترونات الجديدة؟ رح تكون 12 ناقص 2 وتساوي 10. إذا بدي أجي أعمل توزيع إلكتروني لمين؟ للعشرة فقط، 2.8 بس. تعالوا لي على الأكسجين، 8 سالب 2. إيش يعني سالب 2؟ يعني كسبت إلكترونين. إحنا حكينا الموجب خسارة والسالب كسب، كسبت إلكترونين. فبالتالي شو العدد الذري الجديد؟ بحكي 8 زائد 2 ويساوي 10، وبعمل توزيع إلكترونين لمين؟ 10، هي 2.8. طيب نيجي على السؤال الثالث، وضح بالرسم كيف يصل كل من الألمنيوم Al13 والفلور F9. في البداية لازم أعمل توزيع إلكتروني للAl13 هي 8 2 8 3 عفوا، والفلور F9 راح تكون 2 7. بطلع عدد إلكترونات الغلاف الأخير، عندي هون 3، فبالتالي الAl شو مالها؟ خسارت 3 إلكترونات. يجب أن تخسر 3 إلكترونات عشان إيش؟ توصل لوضع الاستقرار وتكون أيون إيش؟ أيون Al موجب 3 صح؟ الأف إيش بدها؟ 7 عندها، فلازم تكسب كم؟ ده تكسب إلكترون، إذا كسب 1 إلكترون فقط، تكسب 1 إلكترون وتكون أيون سالب، شو اسمه؟ F-1. تمام؟ خلينا نيجي نرسمهم. هلأ عندي هون نواة الAl، تمام؟ كم غلاف حول الAl؟ 3، 1 2 3، هاي أغلفتها. رح يكون عندي في الغلاف الأول إلكترونين، في الغلاف الثاني 8، وفي الغلاف الأخير كم؟ 3، هيهم 3 صح؟ هاي للمين؟ للأقل. تعالوا لي على مين؟ على الأف، هاي نواة الأف، وكم غلاف حول الأف؟ غلافين صح؟ الغلاف الأول رح أحط فيه 2 إلكترونين، والغلاف الأخير كم بدي أحط فيه؟ 7. طيب هلا الأقل بدها تخسر مين؟ بدها تخسر ال3 إلكترونات الموجودين عندها، هذول 1 2 3، بدها تخسرهم عشان توصل لمين؟ لوضع الاستقرار، صار عندها 8. طب الاف بدها ايش؟ بدها بس الكترون واحد. فبتيجي الال بتحكي تعالي يا اف خذي واحد مني، بتحكي للاف خذي الكترون مني، بس بالمقابل ال ضل عندها 2. فشو بتيجي الال بتقول لها؟ روحي يا اف جيبي ذرتين او خوات ثنتين من خواتك عشان اعطي للاخت الاولى الالكترون الاول واعطي اختك الثانيه الالكترون الثاني. تمام؟ يعني رح يصير كالاتي، الال بدها تخسر 3 إلكترونات، بس ما رح تعطيهم لذره اف وحده، رح تعطيهم لثلاث ذرات اف، يعني 3 خوات من الاف. يعني الاف بتروح تجيب كمان اخت لها هون، هاي عندها غلافين، ورح تجيب برضو كمان أخت لإلها، هاي عندها كمان غلافين. هون في عندي إلكترونين، هون عندي 7، هون 2 4 6 7، نفس التوزيع لإلهم. هون عندي إلكترونين، لا هاي النواة عفوا، هاي النواة، هون رح يكون عندي إلكترونين بالغلاف الأول، هون 7 إلكترونات في الغلاف 6 7. فشو رح تيجي الأقل بتحكي؟ هاي إلكترون رح أعطيه للأف الأولى، الإلكترون هذا رح أعطيه للأف الثانية هون، والإلكترون الثالث هذا لمين رح تعطيه؟ رح تعطيه للأخت الثالثة. فالأقل عشان تخسر 3 إلكترونات لازم يكون عندها 3 أفات ترتبط مع 3 أفات. ولهم نكون أنهينا الفيديو 8، يعطيكم ألف عافية.